عدي إبراهيم، مقدم برنامج الماجستراء لتبسيط العلوم وتقديمها بشكل قصصي جذاب، مدير تحرير موقع القاهرة 24 ومسؤول ملف الذكاء الاصطناعي بالموقع، محرر الشؤون العسكرية بموقع القاهرة 24، عمل كمحرر صحفي بعدد من المواقع من بينها مصراوي والبوابة نيوز والحياة اللندنية، معد برامج تلفزيونية بعدد من القنوات أبرزها الحياة ودي ام سي والقناة الأولى. مساءك خير. مساء الفل. وطبعا انت عارف قد ايه دي حلقه خاصه بالنسبه لي انا وبالنسبه لنا كمان، مش كده؟ عدي زميل وصديق عزيز ومعد شاطر جدا، واحنا مسمينك جوجل بتاعنا. صح يعني. السر في اننا فرحانين بوجودك معانا، مش بس ان احنا بنتكلم عن مهنه المذيع ومستقبل المهنه، لكن كمان عشان تجربتك الحلوه في تقديم محتوى على الانترنت معلوماتي ومتشاف، وممكن يكون هو ده السبب اننا نسألك. تفتكر ان المحتوى اللي يشبه الماجستيرا وتجربتك في الماجستيرا ممكن يبقى مستقبل مهنة التقديم؟ مساء الخير. مساء الفل. يا رب تكونوا كلكم بخير. طبعا، ليه لا؟ طول ما انت بتقدم حاجة بشكل كويس، يعني بتقدم حاجة ايا كانت الحاجة دي بجودة، ده طبيعي انها تكون كويسه وتتشاف ويبقى لها جمهور، ومش بعيد بعد كده تبقى اهم حاجه كمان. تجربتك جميله لانها زي ما بقول كده هي كسرت الفكره، يعني عايز اشجعكم تشوفوا الماجستير يا جماعه. وانا متابعه بقى مع عدي من اول البدايات، من اول ما كان بيبقى فرحان جدا بالمشاهدات لحد ما تحس ان التجربه بتكتمل وبتتغير، وفرحتك ما بقتش بس بالمشاهدات دلوقتي. وطبعا المشاهدات بتفرح. طبعا المشاهدات بتفرح. بس انا دلوقتي ببقى مبسوط اكتر ان انا لقيت الداتا دي. المشكله زي ما بقول لحضرتك انك بتقدم ايه ازاي. هي الفكره ببساطه، انا من البدايه يعني من وانا في ابتدائي بحب، كنت اقص المربعات والمقالات الصغيره اللي كانت بتتكلم مثلا عن تعرف كذا ما تعرفش كذا، حاجات الغريبه، حاجات معلوماتيه وغريبه شويه، يعني اقصها واحتفظ بيها في اجندات. الموضوع لما اتطور شويه بدات احط ده على فيسبوك، لما عرفت فيسبوك يعني. مع الوقت لقيت ان في يعني زملاء بيقولوا طب ما تجرب تحطه فيديو، ما احنا بنقعد ما انت بتصدعنا بيه يعني، بتحكيه لنا انت بتحكيه. فتحطه فيديو. فبدينا في يوم مباراه نهائي دوري ابطال اوروبا لما محمد صلاح حصل له الاصابه الشهيره بتاعت سيرجيو راموس في كتفه، اتكلمنا عن ازاي ليفربول قدر يعمل فرقه باستخدام العلم والتعليم، ازاي العلم عمل فرقه، وازاي انتقلنا من مقياس انه واحد بيجيب اجوان لواحد ممكن يجيب اجوان، اسوها بالشكل ده، والتاكتكس بتاعه الكوره ومعلومات جديده ما كنتش عرفتها. عشان كده عايز اسالك، اتفضلي، تفتكر انه مهنه زي مهنه المذيع ممكن يبقى مستقبلها هو صانع المحتوى اللي بياخد دور المذيع؟ توافق على الراي ده ولا انت جدا عندك تجربه تانيه؟ اوافق جدا. صانع المحتوى ده هو اللي جاي، رضينا او ما رضيناش، هو اللي جاي، اللي عنده يعني اذا كنا بنشوف ان مواجهه الكاميرا اداه، فصانع المحتوى عنده ادوات كتير جدا، لو اكتسب الاداه دي هيقدر انه يواجه الكاميرا بمنتهى السهوله. الزاويه الثانيه، وانا متهيألي في ناس هنا ممكن يحبوا يسالوا عدي في الحكايه دي، انه الزاويه الثانيه انه هيتقال لك هو كل الناس هتبقى صناع محتوى، بتعمل ايه انت شخصيا وانت عندك محتوى حقيقي حلو ومميز قصاد انه في تقليد؟ يعني في كتير قوي، انت اكيد استلهمت تجربتك من حد، لكن كمان كل حد بيطلع يعمل محتوى. هو مش غلط، بالعكس، ان الناس كلها تنزل الملعب هيولد لعيبه حريفه. مين هيتفرج؟ مين قال ان انا وانا بصنع محتوى ما بتفرجش؟ لو انا بطلع حلقات وما بتفرجش هقع، او على الاقل هتعثر، او هيبقى المحتوى بتاعي قديم. ما هو انا في ملعب اب تو ديت كل ثانية. لازم أتفرج. الفرجة بداية التعليم، والتعليم بداية صناعة محتوى جيد. يعني أنت ما تقلقش من أنه يبقى فيه محتوى كتير موجود حتى لو رديء؟ ما هو الرديء ده بيثبت قد إيه أنا محتوى جيد. وكل ما فيه محتوى جيد حواليا هيدوروا في مناطق أنا ما دورتش فيها، فهيستفز عقلي أن أنا أدور على مناطق تانية.
اصلا اسم الماجستيرا، الماجستير لو مضيف لها الدكتوراه بتولد شهاده تانية اسمها شهاده المعرفه. كل اللي هيتفرج على الماجستيرا هياخد على الاقل درجه من درجات المعرفه، اللي هو الدرجه اللي انا عرفت اوصلها. انا عارف ان ده معنى الاسم ده، حلو قوي. انا يعني على قد ما بقدر بعرفه، بحطه في قالب من وجهه نظري لطيف وبقدمه للناس. لا هو لطيف يا عدي، الله يكرمك. ما تقلقش، احنا فرحانين بيك عشان لطيف. الله يكرمك. لكن انت قعدت في كرسي المذيع تقريبا او صانع المحتوى، وكمان اخذت دور الاعداد، وانت بتمارس الاعداد ببراعه وشطاره. في رايك ايه اهم ما يميز المذيع الجيد؟ بخلاف انه يبقى حاضر. حاضر بمعنى انه متابع، يعني روتين يومه مبني على استقاء الجديد. استقاء الجديد كمعلومه، كشكل، كطريقه. بالمناسبه متابعه الترند مش تفاهه. متابعه الترند جزء من صناعه محتوى جيد. احنا مره عملنا حلقه ان الكوره سبب من اسباب زياده عدد البني ادمين على كوكب الارض. وده ربطناه بشكل ما انه مباراه نهائي افريقيا الاهلي هيلعبها، او ان ماتش الاهلي والزمالك. وجودك جوه الترند مش غلط. هو الغلط انت بتقدم ايه اصلا جوه الترند. لو عايم في نفس المستوى، في المياه الضحله دي، فانت هتتنسي. لكن لو انت بتقدم شيء ممكن يعني يكون كويس وتوفيق ربنا يكون معاك، فالترند ده يساعدك انك تتشاف اكتر، وفي نفس الوقت انت تقدم محتوى جيد. التقنيات الجديده والادوات الجديده في التصوير خلت فكره الوان مان كرو هي الاقرب. صحيح. في صناعه المحتوى تفتكر، او بخبرتك من عدد السنين اللي انت اشتغلتها، تنصح اي حد من المهتمين بصناعه المحتوى بانه يبتدي منين؟ مبدئيا قرر المحتوى بتاعك هيبقى عامل ازاي. يعني ايه هو المحتوى اللي انت شايف انك تقدر تدينا فيه جديد حلو وكويس ومتعوب عليه؟ الخط العام بتاعك. بالظبط. ايا كان هو ايه. بالمناسبه اللي بيتكلم في الموضه ده مش وحش ولا تافه ولا ساذج، لا ده مهم لناس كتير. ثانيا موضوع الموبايل بقى بيقدر يخلينا نعمل حاجات كتير. انا ما كانش عندي اي درايه بالمونتاج خالص وما زلت، ولكن كل الحكايه اني شفت انه ازاي ابلكيشن بيقدر يخليني اقطع الحاجات اللي انا غلطت فيها واشيلها، وبالتالي يبقى فيديو مترابط ما فيهوش ولا غلطه. وبمناسبه الاضاءه كانت مشكله لغايه ما شفت على اليوتيوب واحد كندي بيستخدم لمبه زي اللي بتعلق في السقف دي، وربطها بحبل في المروحه فمتوجعه على وشه. وعملت كده فعلا يعني، والموضوع كان يعني انت عملت كل التجارب اللي تخلي اللي بيبتدي يحس الموضوع سهل وقابل للتحقق. هو يعني سهل فعلا، ما عدا انك تقدم محتوى جيد. يعني كل العوامل اللي حواليك سهله ما عدا انك تقدم محتوى جيد. عشان كده نفسي ان الماجستيرات تاخد خطوه تانية مع التربيه والتعليم. نفسي انه زي ما كان عندي سير في المدرسه بتحاول، هي بتقرا المناهج وهي قاعده طول اليوم، فبتحاول تدينا حدوته عن حاجه لفتت نظرها. نفسك تعمل قصص تاريخ، يعني الماجستيرات تبقى عندها خط يشرح التاريخ. انا يعني عملت جزء من ده، وعملت جزء من ده للعلوم. يعني نفسي اللي بيدرس الطب يعرف ان في طبيب على متن طياره في رحله اكتشف ان في واحده عندها مشكله في القلب، ثقب في القلب، وعمل العمليه ليها ونجحت باستخدام شوكه ومعلقه وسكينه. الراجل ده واين روني في كاس العالم قالوا ان الراجل ده خلاص مش هيلعب كاس العالم. هو تدخل طبيا ونجح واين روني ان يروح كاس العالم. الراجل عملوا له تمثال في انجلترا. لازم الناس وهي بتدرس احياء في هنا في مصر تبقى عارفه الراجل ده. لو حطينا حاجات زي دي، وانا ازعم ان انا ممكن اساعد في حاجه زي دي، ان انا احط كل الحواديت اللي تشمل مناهجنا جوه قصص حلوه تتحط في كتبنا، بدل ما تتحط في كتب خارجيه ولا تبقى مع الاضافه يعني لمحتوى الانترنت. وانا اتمنى يا عدي ان انا اشوف المحتوى بتاعك بكل الصور، مكتوبه ومرئيه ومسموعه، عشان حقيقي انا شخصيا من المؤمنين بان اللي انت بتعمله حاجه حلوه ومخلصه، والاخلاص هو عنوان كل حد بينجح يعني. فبشكرك يا عدي انك بتعمل شغل عالي. شكرا. ميرسي. نورت يا عدي. ولانه مهنه المذيع واحده من المهن اللي اتفرجنا عليها وشفناها وعايشناها في اوقات كتير، مستقبلها
مرهون باختيارات كتير النهارده شفناها. كل التحية لكل الناس اللي بيحترموا الحقيقة وبيحترموا مهنتهم، وكل الناس اللي بتعمل شغل عالي.